بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذا بإذن الله عز وجل الجزء الثاني من برنامج دينا قيما. يسعدني كما أنني موقن بسعادتكم أن نكون في معية شيخنا الجليل يعني وعالمنا الرباني الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، عمره الله في طاعته ونفعنا بعلمه. الجلوس بجواره والجلوس أيضا أمام الشاشة لنشاهده، فنحن نشاهد نفحة من سلفنا الصالح. فمرحبا به ومرحبا بكم في أول حلقة من الجزء الثاني من دينا قيما. دعوني بالنيابة عنكم أرحبوا بشيخنا الجليل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. برحب. نحن في معيتكم والله. يا سيد الله يرضى عنكم. تواضعكم غير معقول. الله يرضى عنكم. أكرمكم الله. دكتور محمد، الناس في حالة من القلق ومن التوتر ومن الارتكاس إلى الدنيا وما فيها، ولا يخفى على أحد أن مشاكل الناس كثيرة، والعالم اليوم يعني قد ملئ بصورة من أو صور من صور الشر، حتى أنه ما عاد في العالم اليوم خيار ككفار قريش. فيعني نريد أن يعني نعيش مع ونحيا مع أبنائنا وبناتنا على الشاشة في الحديث عن موضوع الرضا. كيف يرضى إنسان وله يعني أناس يناكدونه ويؤذونه ولا يجد كثيرا من يشجعه على عمل الخير أو على مسألة الاستقرار النفسي، وقضية الحياة قد لا يستشعر كثير منا هذه النعمة الكبيرة، فيتبخر الرضا من قلب كثير منا. كيف دكتور نابلسي نعيد إلى أنفسنا أولا ثم إلى المحبين ثانيا على الشاشات يعني عبق الرضا، رائحة الرضا يعني لتدلف بنا إلى بوابة الرضا رضي الله عنك. استغفر الله، بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. الحقيقة أنه من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها. جميل. النقطة الدقيقة جدا في مقولة توحيدية تحل بها مشكلاتنا. عظيم. كل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله. أراده لا تعني أنه أمر به ولا تعني أنه رضيه، ولكن سمح به. تماما كأب طبيب تزوج ولم ينجب، بعد 10 سنوات أنجب طفل آية في الجمال، ثم اكتشف الطبيب الأب أن ابنه معه التهاب زائدة فيسمح بفتح بطن ابنه بعد التخدير لاستئصال الزائدة. عظيم. فكل شيء وقع بالخمس قارات من آدم ليوم القيامة أراده الله. جميل. معكوسة. أيوة. وكل شيء أراده الله وقع. عظيم. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، فالذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، والذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله. والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. الله أكبر. الخير المطلق ينقض وجود شر المطلق. تمام. إن الشر مطلق ما في بالكون لأنه يتناقض مع وجود الله. الله أكبر. فكل شيء وقع أراده الله. كل شيء أراده الله وقع. الإرادة الإلهية متعلقة بالحكمة المطلقة، الحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق.
سواء أنا فهمت الحكمة أم لم أفهمها. المؤمن لو لم يفهمها يستسلم لله عز وجل. جميل. وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هذا للمؤمن. نعم. يعني الله يحب نعم. هذه المحبة. نعم. بحيث هذه يعني كل ما يحدث للمؤمن من مما ذكرته في هذا الحديث القدسي أن هذا تطهير للعبد أبداً. حتى يقف على باب الرضا. يعني لو فرضنا زار طبيب مريضان. نعم. الأول معه التهاب معدي حاد. والثاني معه ورم خبيث منتشر. طيب. الأول سأله ماذا آكل؟ قال له حمية قاسية جدا على الحليب. طيب. لستة أشهر. جميل. والشفاء بعد تام. طيب. سأله الثاني قال له كل ما شئت. نعم. أيهما أفضل أن نخضع لحمية قد تكون صعبة؟ مقننة. لكن هذه الحكمة تنتهي بالفوز. الله أكبر. الذي فاز بالجنة ما فاته شيء. طب جميل. طيب هل توتر العبد وقلقه من الغد وخوفه على أولاده وعلى عمه هذا ينافي الرضا أم أن الرضا أمر آخر؟ والله أنا لا أرى أن الإنسان خلق ضعيفا. جميل. لماذا خلق ضعيفا؟ ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. الله أكبر. ولو خلق قوياً لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. الله أكبر. فالضعف أحد أسباب الإقبال على الله عز وجل. الله أكبر. أي إنسان حينما يرى خطر يلجأ إلى الله عز وجل، فإذا لجأ إليه سلم وسعد في الدنيا والآخرة. ولذلك كما تعلمنا بارك الله فيكم من أمثالكم بارك الله فيكم، يعني اللهم أعزنا بالافتقار إليه وأغننا بالافتقار إليه أبداً. ولا تفقرنا بالاستغناء عنه. سيدي قمم البشر الصحابة الكرام. نعم. في بدر افتقروا فانتصروا. تمام. هم وفيهم سيد البشر صلى الله في حنين صلى. اعتدوا بعددهم فلم ينتصروا. تمام. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. نعم. هذا نعم. هو التوحيد. الله وما الله. تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. طيب أنا عندي مثلا أسرة وجيران محبين عايزين الدكتور محمد راتب النابلسي بطريقته المبسطة للحقائق الكبيرة، عايزين جرعة، ولا أريد أن أقول جرعة، وجبة لأن يعني قليل منك يكفينا ولكن قليلك لا يقال له قليل. هذا شيء يخجلني. الله يرضى عنك ويبارك فيك يا رب. يعني كيف يعني عايزين يعني جرعة بسيطة. نعم. واحد اثنين ثلاثة كيف أرضى؟ قال تعالى أيوة وجزاء سيئة مثلها. نعم. الآن فمن عفا وأصلح إذا غلب على ظنه أن عفوه عن أخيه يرضي الله عز وجل ويصلحه ويصلحه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذن لما راح المحكمة عشان يقاضي أخاه هو لم يقترب من بستان الرضا. نعم. لم يقترب أبدا. ودائما وأبدا الإنسان إذا عفا ارتقى عند الله وعند الناس يا الله. في وقت واحد. نعم. فمن عفا وأصلح، لكن بشرط. لو أنه شاب طائش يقود مركبة والده. أيوة. وقد يرتكب حوادث كثيرة، هذا ينبغي ألا نعفو عنه، أن نؤدبه. أن نعطيه خبرة مؤلمة حتى يرتدع. تمام. أما إنسان ما قصر، يعني في مشكلة لم يكن هو سببا فيها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني بضرب مثال بسيط، يعني إذا كان ملك كلف مدرس يعطي ابنه دروس. طيب. فبعد فترة قال له أين الأجرة؟ المدرس قال له أمور أستاذ، قال له كل درس 1000. كم درس 10؟ هي 10,000. بس كان الملك ناوي يعطي بيته سيارة. فالإنسان لما يترك أمره إلى الله قد يأخذ أشياء تفوق حد الخيال. رب العباد إذا وهب. نعم. لا تسألن عن السبب. نعم. الله يعطي من يشاء، فقف على حد أبيه. الأدب. كثير في أبيات لطيفة جدا. نعم. الإنسان حينما يتأكد من رحمة الله عز وجل تأخذ هذه المصيبة ذات رحمة. يعني الصحابة الكرام ذاقوا السراء والضراء. نعم. هم في كل أحوالهم في سعادة كبيرة جدا. نعم.
طيب الآن العبد فهم أن كل عمل صالح وأولها العفو يورث الرضا. نعم. طيب هو صعب عنده العفو، ما تعود، هل العفو فضيلة الشيخ ملكة أم أنه خلق يتخلق الإنسان به؟ والله كلاهما. كلاهما. يا ربي هل أنت راض عني؟ الله أكبر. الوقع في كيانه في خاطره. أيوة. أن يا عبدي هل أنت راض عني؟ نعم. حتى أرضى عنك. أيوة. قال يا رب كيف أرضى عنك وأنا أتمنى رضاك؟ قال له إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله. الله أكبر. شغلة كبيرة كتير. بس درجة عالية يا فضيلة الشيخ. يعني يسر بالنقمة كما يسر بالنعمة. لا, لا يسر إنه صبر عليها. يصبر عليها. ويعلم أنها من الله. الألم لا ينفي الصبر أبداً. نعم. الألم لا ينفي الصبر. والتألم لا ينفي الصبر. بين أن يقول يا ربي أنا راضي بحكمك. نعم. ارتقى. نعم. أما الألم ألم. يا هذا الله. الشيء لما تكلمنا بعكسه. نعم. ما عاد في كلام علمي. الألم ألم. والله. بس بين أن ترى من يد رحيمة يعني مثلاً. لو أنه إنسان تلقى ضربة بعصا فحقد على العصا. نعم. يكون أحمق. نعم. تمام. ينبغي أن يعاتب من بيده العصا. الله أكبر. فإذا كان الأمر بيد الله عز وجل يجب أن يكون في برد وسلام. والله الكلام عن الرضا يرضينا ويرضينا بهذه الجلسة. والله جزاكم الله خيرا مع الدكتور. بارك. أحبتي في الله، يعني مر الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي مرور الكرام ولكن على عناوين قوية وكبيرة في مسألة الرضا، ولعل كل واحد منا لاحظ أو لعل كل واحد منا يعني تبين له كيف أن بستان الرضا هذا بستان ينفح بشذا صدق التوكل على الله وصدق ما أرى يعني الاستجابة لما أراده رب العباد سبحانه وتعالى، سواء فهمنا الحكمة أم لم نفهمها. شكر الله لكم وجعلنا الله إياكم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا تنسونا من صالح دعائكم، ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.